اليوم اكو اصوات تقول لك لا احنا اليوم نريد العوده الى نور صبري، رجل عنده تجربه ناجحه بالدوري السعودي ولا زال موجود ويلعب للانديه وخبره، انت شنو رايك بهذا الراي؟ طبعا يعني نور، راح اقول لك شغله، نور واحد من افضل، مو افضل، هو افضل الحراس اللي مروا على الكره العراقيه من حيث النتائج. نعم. يمكن بس كاس ياس على مستوى العالم اخذ. نور مرحله وانتهت، اذا تريد تبني نور نجم انت تقول لي اريد للمستقبل. بالضبط. مو اني، جمهور يريد للمستقبل، جمهور ما يريد ثلاث لعبات ونرجع. جمهور يريد نتائج كابتن، خاصه تصفيات كاس العالم. طبعا كاس العالم انا ما دحكي على كاس العالم، انا دحكي على اساس هو احنا دخلنا بطولتين قبل كاس العالم. نعم. البطولتين قلنا تحضيريه فعلا. لا حصلنا البطوله الاولى ولا حصلنا الثانيه، ودخلنا بكاس العالم وبعدنا بالتحضير. لو مدرب عراقي تدري شو يصير؟ اي والله تدري شو تنقلب الدنيا. والله صحيح. احنا المشكله الرئيسيه اكثر شيء تاذى به هو المدرب العراقي، لان حورب المدرب العراقي ينطو ألف وينطو المدرب الأجنبي 10 أضعاف، المدرب العراقي ما يوفروا له كل شيء، المدرب الأجنبي كل شيء يوفروا له. يعني إحنا المجتمع مع الأسف يعني عندنا الأجنبي فشي. أنت ضد عودة نور صبري؟ طبعا أنا ضد، لأنه معناها هناك فشل. مو في صحيح إعداد الحراس. والله حتى بحق نور مو صحيحة. يعني أنا أمام الناس حتى بحق نور مو صحيحة. ليش؟ يعني مو صحيحة. ليش؟ مو صحيحة يعني ثق، يعني يفقد كل بريقه. اها والله العلي العظيم، وهذه امام الله امانه. ليش يفقد كل بريقه؟ يعني انا احكي لك امور فنيه يعني. بالضبط، هو اريد نسمع. هي امور فنيه، ما يقدر نور الان يرجع نور اللي مثل ما الناس تريده. لا المنتخب يعينه، ودا اقول لك المنتخب ما يعين حارس يوقف. فانت شو تسوي؟ تجرب. تنطي فرصه للشباب. المن داعين الشباب؟ يعني احنا هسه الان جلال ودنقول الجمهور قاعد يقول لازم يتبدل، ويجي محمد حميد والجمهور يقول لازم يتبدل. طيب يتبدل بايش؟ يتبدل بالاقدم؟ يعني ما اعرف، وهذا منطق عندي احكي.